وحسن الأدب يدل على صدق النية ويدل على سلامة الصدر ويدل على إنه الإنسان ده داير يمشي لقدام. لكن في ناس بيكون الواحد لابد زمن ومتخيل إنه ممكن يرمي شيخه ده بحاجة واحدة، يلقى له فرصة كده حنكله من كرة ويرميه وخلاص وقع. لا 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 لا، ما من السلف من رجل إلا وله زلة. الإمام الشافعي قال ما منا من رجل إلا وتعزب عنه سنة. تعزب يعني تغيب. أئمة كبار أنت بتجي تلقى استدراكات فلان على فلان، استدراكات مثلا الذهبي على الحاكم، استدراكات الفقهاء من بعد الإمام مالك استدركوا على مالك، استدركوا على الشافعي، استدركوا على من، على أئمة كبار، لكن ما رمون لأنه الزول الماشي دغري بيغلط، لكن ما بتقدر ترميه. أعرف المعلومة دي. أما زول الزائغ ده كده لما تلقى فيه فرصة تدقه وترميه لأنه أصلا زائغ ومرضان. لكن أخوك لو دار ترميه بالزلة ما بيقع عليك، بتقع أنت، لأنه أنت ما صدقت معه في المعاملة، ما صدقت. لو صدقت مفترض أنت تصلحه. عشان كده ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. قال وقد يصاحب هذا الغسل أو الغسل شيء من الخشونة فينعم بعدها بطيب النقاء والراحة. انت بتصلحه مرات تصلحه بخشونة، المهم لكن المطلوب منك انت تصلح عوج اخوك لكن ما بترميه.